الاستاذ محمد الغزالي ولهذا فالسيدات والساده الاستاذ المشرف السيدي الاستاذ الدكتور سعيد الكوري الاستاذ الدكتور سعيد الخطاب الاستاذ الدكتور سعيد ابو جيد التالي الاساتذه الكرام اساتذه الكليه وخارج الكليه حاضرين معنا اليوم الاداره في شخص الكاتب العام ديالها العائله ديال الاستاذ الزيول حضور كريم احنا اتفقنا فيما بيننا على اساس انه ما نجاوزوش واحد السقف زمني محدد كما يسمح لنا الاستاذ محمد الزيول على اساس انه شويه زمنيا ما خليناهش ولهذا فنستسمحوا على هذا وذلك من اجل ان يتحدث الجميع ويناقش الجميع ولهذا سأتناول بدوري في 15 دقيقة و 20 دقيقة ما تيسر إن شاء الله بخصوص هذا الموضوع ولهذا في البداية قبل ما ندخل مباشرة لابد أن أشير إلى أنه يشرفني أن أكون ضمن لجنة لا بالنسبة للجنة العمل العلمي ولا لجنة المناقشة ويشرفني كذلك أن أكون بجانبي وعلى يميني الأستاذ الدكتور أستاذ حسن اليوبي وكنشكره أنه حرص على أساس أنه يكون معه في هذه اللجنة وأنا سعيد جدا أنا أسعد بحضوري معك الأستاذ حسن اليوبي والأستاذ الذي نجله ونقدره ونقدر عطاءته بالكلية وهو أحد بناة كلية الشارع من بدايتها إلى نهايتها مع زمرة من أساتذة البارة الكرام البارة الذين يحضرون معنا اليوم ويشرفونا بحضورهم وكذلك مع مجموعة من الطلبة الذين كانوا بالأمس طلبة اليوم وجالسون معنا كأساتذة برزوا في مجالهم العلمي وأعطوا الكثير ولا زال العطاء أمامهم اليوم كلية الشريعة تناقش موضوعا من المواضيع الأساسية أعتقدها من المواضيع الأساسية ولهذا فينبغي أن نفخر بكلية الشريعة وهي تناقش هذا الموضوع الذي له أهمية بالغة جدا لا على المستوى العلمي ولا على المستوى المحلي الجهوي الوطني ويتطوع الأخ الأستاذ محمد الغزيول أن يتناول موضوعا من هذا الحجم وهو ثقل علمي وأكاديمي نشكره جزيل الشكر على أنه حمل معنا هذا الهم لأنه هذا العمل الأكاديمي سيبقى عملا علميا هاما بكلية الشريعة وبخزانة كلية الشريعة وطبعا سيستفيد منه مختلف الطلبة في هذا المجال ولهدف أشكرك على هذا إنجاز هذا العمل وكذلك أشكر الأساتذة الذين دعموك من أجل أن تناقش هذا العمل وبذلوا قصارى الجهود من قريب أو من بعيد على أساس أن تتم المناقشة وهي تناقش في وقتها المناسب لا قبل وقتها ولا بعد وقتها فأشكر جميع الأساتذة الذين بدوا يدعون من أجل أن تتم هذه المناقشة اليوم وأشكر الإدارة كذلك على تسهيلها وتبسيطها المصادر والإجراءات. طبعا حتى لو أضيف الخمس دقائق اللي اخترت قد نبدا نشير الى انه الموضوع طبعا له طروحات تتناول موضوع الاثبات المعامله العقليه ونحن نعلم جيدا اهميه الاثبات فالاثبات ماشي فقط ليس مساله نظريه مساله اكاديميه بقدر ان هذا الموضوع ديال الاثبات عنده واحد العلاقه بشكل شيء كبير جدا اللي هو انه يدخل في باب السياسات العموميه للدوله وذلك من انطلاق ان موضوع الاثبات له علاقه مجتمعية هو عنده علاقة بالاقتصادي عنده علاقة بالجانب الاجتماعي عنده علاقة بالجانب السياسي إلى غير ذلك وبالتالي مختلف الدول اليوم مختلف الأنظمة إن كانت تفكر في شيء غالبا ما تعمل على أن تفكر في وضع سياسة عقارية وهذه السياسة العقارية والأنظمة العقارية ليست مسألة هينة ولا يمكن أن نركن في مكاتبنا من أجل أن نخرج ضوابط فهي مسألة متشعبة متفرعة وغايتها في النهاية هي أن يكون هناك استقرار في البلد أن يكون هناك أمن في البلد وبالتالي سنجد أن مختلف الدول لا زالت تتخبط مجموعة من الدول لا زالت تتخبط والمغرب بدوره لا زال يبذل قصارى الجهود من أجل أن يخرج بسياسة عقارية في المجال ولهذا فمسألة لا يمكن التغلب عليها في عقد ولا عقود قليلة من الزمن بل ربما قد تتطلب وقتا طويلا والمغرب هو خير نموذج لأنه منذ 1913 مثلا لما نقول خرج هذا القانون أو غير من القوانين هانتوما كنشوفوا قرن من الزمن ولا زال المغرب لم يجد بعد
ترسى لقن يقهر راب وذوى لقن راب يمكن أن يستقر عليه. وذلك انطلاقا لأنه هذه الشيء مسألة تلغي تشغل بال صانع القرار السياسي. يعني راه ماشي واحد المسألة كنعالجوها كنجوبها في الجامعة ديالنا وفي الكلية وكنحاول بعد كنتناولها من الزاوية ديالنا بقدر ما أنه يمكن نقولوا بأنه عدد ديال الأنظمة لم تتمكن من أن تصل في الأخير إلى قانون يمكن أن يضبط لنا هذا المجال. ولهذا فكنوجدوا بأن المغرب بذل قصار الجهود ولا زال يعمل على تحقيق ترسانته القانونية من أجل المصير إلى الاستقرار. أوحد ما يسمى اليوم بالأمن العقاري انطلاقا لأنه هذا مجال ديال إثبات المعاملات العقارية عنده على استقرار البلد عنده علاقة بحقوق الإنسان بحيث أنه يضمن الحقوق لأهلها يضع الثقة الاستقرار في البلد وتنتج عنه آثار شرعية وآثار قانونية هي اللي غادي نجيو ندرسوها اليوم. بمعنى أن هذا الموضوع ديال إثبات المعاملات العقارية ما فقط لا يتعلق بمسألة أنه نثبت حقا ونحاول ونبذل قصارى الجهود من أجل أن نقول كيف يمكن إثباته مسألة إثباته شهادته كذا تحرر لا محررات غير ذلك لا نزاع قضائي لا هو أكبر من ذلك. لكن نحن في الزاوية ديالنا كنتناولوا من هذه الزاوية. ولهذا فالمغرب وضع ترسانة قانونية لا زال في نظام تحديد ترسانته القانونية ونحن نسمع اليوم بأنه هناك مراجعة مثلا لمدونة التعمير، هناك مراجعة لأراضي السلالية، وزارة الداخلية تبدل قصار جهودها، المندوبية السامية ديال المياه والغابات ما تصوروش اش كتعمل من جهود في مجال الملك الغابوي، وهكذا كنجد بأنه اليوم هناك مشكل. لهذا الأستاذ غزيول لا يتناول الموضوع نظريا أكاديميا علميا بقدر ما أنه يضع إصبعه على مشكل من المشاكل المطروحة اليوم، لأنه اليوم إذا كانت المحاكم تعج بشكايات فبشكايات في المجال العقاري، وأنتم كتشوفوا أنه ذات مناظرة ديال السخيرات مناظرة وطنية للحديث في السياسة العقارية، ما كفاش ذلك فقط حتى ملك البلاد يوجه رسالة إلى وزير العدل السابق إلى وزير العدل الحالي بخصوص أنه الله يخليكم شوفوا نديروا شي حل بخصوص هذه المنازعات التي تحصل بصدد هذا المشكل، لأنه الترسانة القانونية اللي كاينة اليوم عاجزة عن أن تجد الحلول الناجعة في هذا المجال ديال الإثبات. طبعا الإثبات الأستاذ غزيول تناول في بما يكفي لا بخصوص موضوع الإثبات ولا بخصوص طبيعته واش هو من قواعد النظام العام ولا غير من قواعد النظام العام، وأسهب في مجال الفقه الإسلامي ونوه بما قال به الأستاذ غزيول في المجال الإسلامي بحيث أنه أعطى للفقه الإسلامي حقه ووجدنا في الفقه المالكي فعلا أن الفقه المالكي ينبغي أن نفخر بفقه المالكي في المغرب بما بذله بما يبذله وبما سيبذله والمراجع الهامة جدا التي ذكرها لا بالنسبة لابن رشد ولا بالنسبة لقيم الجوزية ولا بالنسبة لابن تيمية ولا الشوكاني ولا الزرقاء ولا النبغازي الحسيني الله يرحمه ولا ابن مجدوب إلى غير ذلك وبالتالي ولا تردين ولا شرح خليل ما خلاش الأستاذ محمد غزيول مراجع من المراجع الإسلامية التي تناولها بما يجعل أن الأطروحة تشمل فعلا وعنده مرجعا في المجال الشرعي مجالا مهما جدا. ولهذا فأشكر هذا من جانب ما عنديش الحق وقيلا نتكلم من جانب الشرعي اكثر من نتكلم من جانب القانوني، وشاف المقدمة ديالو الى انه اليوم ما نعاني منه اليوم هو انه هناك ازدواجية في القوانين، حيث قبل ما زال عندنا المشاكل ديال ما قبل قانون التحفيز العقاري وبقات العقود المدنية التي تبرم اليوم وكذلك التحفيز، وأنتم تعلمون أنه رغم أن المشكلة صدرت رسالة قانونية يضمن بها هذا المجال لا زالت لم يتم الحسم بشكل من الأشكال إلا لما صدرت مدونة الحقوق العلمية ولو أنه احتلت مدونة الحقوق العلمية عملت قصارى الجهود من أجل أن تحل مجموعة من المشاكل لازالت بعض التغطيات في المواد هذا ما يجوز مثلا من مدونة الحقوق العلمية. ولهذا فالله يكون في عون المغرب كيف يمكن له أن يحسم المشاكل العقارية التي تحدث اليوم، إشكالية إثبات المعاملات العقارية تطرح إشكال إيش من معاملات عقارية كنتكلموا واش من هذا النوع المدني
اللي هو كيخضع لواحد النوع من العقود او من هذه القضايا اللي ينصوا عليها قانون التحكيم العقاري. وبالتالي هنا مجموعه من المشاكل وهنا مجموعه من المشاكل، اضافه الى انه في المغرب عندنا انظمه عقاريه متعدده. عندي انظمه عقاريه، نظام الاوقاف اللي كان في 1913، نظام الملك العمومي في 1914، نظام الملك العمومي للدوله الخاصه 1916، نظام الاملاك الغابويه في 1917، نظام الاملاك البلديه في 1921. المغرب ويا ريت رساله قانونيه الاراضي السلاليه في 16، وبالتالي يا ريت منظومه. واحد مشكل كبير جدا، كيف يمكن التعامل؟ ولهذا لا زالت المشاكل مطروحه الى اليوم بالرغم مما قامت به مدونه الحقوق العلميه. ولهذا فالمغرب نقولوا ابتداء من التسعينات بدات تظهر مجموعه من المجهودات، كانت بدايتها مثلا نقولوا مدونه التعمير في 1992 1912، وكذلك القوانين الخاصه بالملكيه المشتركه، العقارات العقود اللي كتدي هذا طور التحفيظ، دي البيع العقار الى غير ذلك. وبالتالي هذه مجموعه من القوانين المنظمه للعقارات حاولت المجتمع في التسعينات حاول ان يبذل جهدا من اجل ان يحل هذا المشكل ديال، لكن حينما صدرت مدونه الحقوق العلميه عميت على اطفاء. الحقيقه هي كانت مهمتها اطفاء مجموعه من الحرائق التي حدثت هنا وهنا. ولهذا الاستاذ الزيول عمل قصارى جهود من اجل يتداول كل هذه المشاكل، وتحدث عن عنصر من العناصر الاساسيه التي اشرت اليها هو عنصر الكتابه، حيث ان مشكل كتابه في المعاملات العقاريه وفي التصرفات القانونيه يعني اشار الى الاشكال اللي كاين ما بين الجانب الفقهي ومجال قانون التزامات العقود لمصدر قانون التزامات العقود، خلق مشكله بالنسبه لما كان من قبل، لكن مجال المدونه عاود تقدمت بشكل كبير. لهذا يمكن ما اشرت في المقدمه ديال هناك ازدواجيه وتعدديه في القوانين، واشار بما يكفي الى هذا الاختلاف اللي هو حاصل اليوم. وهكذا نلمسوا بانه يمكن ان نقول بانه يعلن المجتمع على ان يخلق لنا هذا الامن العقاري او هذا الامن المادي، وحنا بالنسبه لنا الامن القانوني، بحيث انه ينبغي ان يكون هناك امن قانوني، امن سياسي، امن اقتصادي، بحيث ان المستثمرين اليوم صعب جدا ان يدخلوا هذا المجال، ان يستثمروا في هذا المجال ما لم توفر لهم الدوله الضمانات التي ينبغي توفيرها لهم من اجل ان يكون. لهذا حسب ذاك الحوار الوطني اللي قلت كانت ذوك الرسائل الملكيه من اجل ان يكون العقاره، الوعاء العقاري ان يكون مؤهلا ليشمل وليحسم مختلف هذه النزاعات. اشار الى اهميه البحث بما يكفي، اشار للموضوع الاشكاليه وقال بان الاشكاليه هي مجموعه من الاشكاليات، بحيث انه موضوع ديالو اثر فعلا مجموعه من الاشكاليات، لا بالنسبه لمساله الكتابه ولا مساله هل الكتابه مشكل، الكتابه اثره بنوع من واخا ما عطاش الراي ديالو الشخصي في واحد الوقت لما كيتكلم على اشكاليه الكتابه، واش الكتابه بالنسبه للانعقاد كتابه انعقاد اشكاليه الانعقاد ولا اشكاليه المفاد، وتكلم على الفريق الفقهي الذي يقول بشكلية الانعقاد وشكلية النفاذ، ولا زال ولكن بقيت كنتظر يعطي الراي ديالو ما عطاش الراي ديالو. وهذه من بين الامور اللي غادي نشير بانه من حين لاخر عنده غنى في الافكار الى غير ذلك، واحيانا لا يجرؤ بربما بتواضعه والبحث العلمي يتطلب ان تكون هناك جرأة في مش هذا بشكل عام هذا المقدمه، باش نشير الى انه المجهود الذي قام به الاستاذ زين، وطبعا انتم تعلمون جيدا بانه الكمال لله، اي عمل نقوم به عندنا فيه واحد الاجر، الى صغار عندنا اجران، اذا لم نصب عندنا اجر واحد، الاستاذ عنده الاجر وعنده الاجران، ولهذا فهو بنفسه يعني كل مره وانا تتبعت عمله منذ البدايه وكان ينجز عمله اليوم، ومن بعد واحد الشهر وشهرين هو بنفسه يعدل ويجد مجموعه من التعديلات ويدخل مجموعه من التعديلات، وهذا من حسنات هذا البحث هو انه تطلب بعض الوقت، وكان هذا الوقت من حين لاخر يطل هو نفسه ويجد مجموعه من الاشياء. لهذا فلا بد من اشير الى انه موضوع التصرفات المعاملات العقاريه هو موضوع ليس سهلا، حيث انه لازم نحن اليوم نقارن فقها وقانونا وقضاء،
وموضوع ديال الاطروحه ديالو اثبات المعاملات العقاريه يصبو من ورائه الى الاستفاده من الفقه المالكي، وشنو استفاد القانون المغربي من الفقه المالكي؟ لا بد ان نقول هذه الحسنه، لا ينبغي ان نقول بان المشرع المغربي لن يستفيد من الفقه المالكي، لا، فضل الفقه المالكي على المشرع المغربي كبير جدا جدا، وهذا ما نجده وحتى في مختلف القوانين. اذا شديتي قانون التزامات العقود تجد الفقه المالكي موجودا، شديتي قانون ديال الحقوق العلميه براسها المدونه تجد الفقه المالكي، ولهذا فبذل قصارى جهود من اجل ان يبرز ان فضائل الفقه المالكي على التشريع على القانون المغربي قائمه وثابته بشكل بارز. ويبقى انه حنا كنقولوا مجموعه من الحسنات ديال البحث العلمي اللي يعملوا الاستاذ، ما فيها بس نقول بانه صربت له بعض الاخطاء اللغويه، حنا كنا كنتصرف من الاخطاء اللغويه والنحويه والطباعيه، البعض منها تصرف الى العمل، وبالتالي ان شاء الله غادي سيعمل على استدراكه، ما فيها بس هذا الشيء، ما عنديش نطول فيه. عندي مجموعه ديال الملاحظات ما فيها بس نقولها من حيث الموضوع، هو انه كان لا يتجرأ احيانا على ابداء رايه الشخصي في بعض الحالات، وجدت بانه هذاك الفصل التمهيدي غلبوا داروا 82 صفحه هذاك الفصل التمهيدي ورهقوا بزاف، ما قدرش يخرج منه لانه كيتناول فيه جوج ديال المواضيع، كيتناول جانب ديال الاثبات وجانب المعاملات العقاريه، وبالتالي خلال وقت طويل، واحيانا من حين لاخر كيتوسع كيوجد راحته ويسموه التنظيم كيجد راحته حينما يتحدث انسان اصلا. فإنما كيتناول شي مجالات اللي هي الاختصاص ديالو، لأنه هو أستاذ محترم ومجد في المجال ديالو، لكن ما كيتناول الملكية كينسى راسو في الملكية، كياخذ وقته كأنه ما عندوش الفرادات، لما كيتناول الموضوع ديال الإثبات في الله عليه كينسى، لما ما فاش كيهضر على الموثيق وعلى العدل، هو مهنته من فضائل هذه المطروحة، من فضائلها أنه كان عدل، والعدالة ديالو موجودة في واستفنا منها ما يمكن لبنها الا هو حنا ما نفهموش فيما ما ولهذا فنحن نشكر كاس التنظيم، راني مخاطر كل شيء سلبيا، راني كنعاود نقول بانه هو الفضائل كبيره جدا عندك على بينات العداله في هذا المجال. ثم في واحد الخاتمه عيار سي محمد غزيول تعب في خاتمته وبدا يحاول كيقول واش غاتدير في هذه الخاتمه؟ انا ذاك الباب الاول وذاك الفصل الاول نديروا الخلاصه ديالو والفصل الثاني نديروا الخلاصه ديالو، فوجدت بان خاتمته كانت بمثابه خلاصات ولكن هي جيده لا مانع في ذلك. كذلك ما وجدتش في الاطروحه واحد جوج ديال المواضيع اساسيه ما وجدتهاش، كنت كنقول غادي نشير لها. شنو هما؟ مثلا بالنسبه للتوثيق ديال الموثيق الاسرائيلي والموثيق اليهود، تعلمون انه كانت عندنا عقارات ديال اليهود وخرج القانون ديال الموثيقين الاسرائيليين عندنا في فاس ومختلف الملاحات، فكانوا يوثقون الزواج والطلاق والارث والنفقه وحتى التصرفات العقاريه، وخرج القانون الخاص بهم ما براسي ما كنفهمش، ما عرفتش شنو كيديروا هاد الناس الموثيقين، كنتمنى انه هو بعد يشتغل او يشتغل هذا الموثيق. وكذلك واحد النقطه اخرى اساسيه ما تمشي الاشاره اليها اليوم حتى انتم تعلمون انه هناك محررات الكترونيه، هناك عمل الكتروني اليوم، حنا صافي راه الشيء غادي نحو رقمنه هذا المجال المعاملات العقاريه. ولهذا المغرب انخرط في الاتفاقيات الدوليه على ان يعمل على رقمنه تصرفاته القانونية كلها بما فيه التصرفات العقارية، وأعطي التعليمات للمحافظات العقارية على أساس أنه الله يخليكم أعملوا على رقمنة الوثائق، المواطن لما يجي أعملوا على إعطائه أوراق إلكترونية يمكن ما يجيش كاع هذاك المواطن، بل أكثر من ذلك يعني هذه واحد جوج أسابيع أو ثلاثة أسابيع بدات كتصدر في فكرة أنه ينبغي شهادات الملكية، تصوروا أنه وصلنا لواحد المستوى أنه كيعطي تعليمات على اساس انه الله يرضي عليكم حتى هذيك الشهادات الملكيه اللي غادي تمشي تاخذها من عند المحافظه العقاريه، غادي نبداو نعطوها مرقمنه مما حتى الناس اللي خدامين في المحافظه العقاريه كيقولوا وكيفاش هذا الشيء ما
وهي وثيقه واحده اللي كتعطى لواحد عنده عقار ورقار كتعطى له وبالكود ديالها والرقم ديالها والمشاكل باش كتاخذها. اليوم هناك تعليمات على اساس انه لا ينبغي ان تكون غير موقنه. فكنت بغيت سي محمد زيولي يدير شي بحال هذا الشيء هذا ما وجدهاش، ولكن انا عارف انها هي بالو وتناولت هذا الحديث معه مرارا وتكرارا وبدوره شان على بالها. بقات لي فقط واحد 5 دقائق باش ننهي الموضوع ديالي، كنتمنى لكم تطولت عليكم. باش نقول ايضا بانه هذا العمل اللي داره سي محمد زيول عمل في مستوى عالي، ووجدت ان سي محمد زيول وانا كنطلع عنده مقالات عديده في مجال التخصص ديالو كان مبدعا في المزاوجه ما بين ما هو فقهي وما بين القانوني. وجدت انه استحضر التجربه الفرنسيه، يعني هو انه التجربه الفرنسيه كانت مهمه جدا في تفكير الحمايه، خدا كثير منهم في المنهج العلمي الاكاديمي، استحضر المقاييس العلميه والمعايير الاكاديميه، كانت له مؤهلات مهنيه افادت تجربته العلميه، كانت له يحسب له من بين ايضا ما يحسب سي محمد هو انه بدا واحد الجهد كبير في الاحكام القضائيه. تعلمون ان الاحكام القضائيه احنا كطلبه ولا كاساتذه صعيب انك تاخذ الاحكام القضائيه، صعيب انك توجد الاحكام القضائيه ماشي سهله. سي محمد غزيول ما من موضوع حضور الا ويدعم ويغنيه ويتريه بالاحكام القضائيه. فهذا مليء بالاحكام القضائيه، لا الاحكام القضائيه اللي كانت في واحد العقد معين في سنوات معينه ولا في العقد فيما بعد. عمل على استحضار مجموعه من المراجع القديمه حتى ديال بول دوكرو، بول دوكرو وبعد ركب بول دوكرو كيستحضروا المراجع الفرنسيه. ولهذا فبالنسبه لسي محمد باش ما نطول شيء، ينبغي ان اقول بانه هناك حسنات عديده جدا، هناك مجموعه من الايجابيات التي غطت على ما به من ثغرات. وهذا العمل ليس سهلا، ليس سهلا ان يقوم المرء في كليه الشريعه واستاذ في كليه الشريعه بعمل يتباهى به مع باقي الكليات. ولهذا فانا اشكرك استاذ محمد الزول على هذا العمل الذي قمت به، وانوه بجهودك الكبير الذي قمت به، وينبغي ان نهيب نحن اساتذه في كليه الشريعه ان لا زال بين اساتذه كليه الشريعه والخير كثير من الاساتذه الذين يمكن ان ينجزوا عملا من هذا الحجم. اتمنى لك مسيرة موفقه، حيث انه الاستاذ سيحصل على شهاده. هل تظنون ان هذه الشهاده هي التي ستعطيه اعتباره في الكليه؟ سي محمد غزيول له اعتباره وله تقدير منذ سنوات، وهو باحث عالم في ميدانه في تخصصه، لا يمكن ان نفقه في ذلك الا هو. ولهذا فهذه وثيقه الاستاذ محمد غزيول لا تغني شيئا، لم تضيف لك شيئا، بل انت ركزت مركزك العلمي والاكاديمي في الكليه بفضل مجهوداتك. اتمنى ان يقتدي بك مجموعه من اساتذه الطلبه بالخصوص، ولهذا فانوه بهذا العمل السيد الرئيس. اشكرك على الكلمه واتمنى ان لا اكون اطلت. لا شكرا جزيلا.